لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. ونحن نودع إلى الصعود الإلهي ونستعد لحلول الروح القدس في العنصرة. يأتينا البوق الروحي بهذه الأقوال القصيرة في الثالوث القدوس لقدس الأرشمندريت المغبوط إلياس مرقس، نقلا عن موقع عائلة الثالوث القدوس: إن التأمل في الثالوث الأقدس يرفع النفس فوق الكلمات المتغيرة والعكرة ويعطيها ثباتا في وسط الشهوات، لأن الإنسان المتغير بالطبيعة يجب أن يصل إلى حالة الثبات الأبدي بواسطة النعمة. الثالوث أساس كل فكر ديني وكل تقوى وكل حياة روحية وكل اختبار. إن العقيدة الثالوثية صليب للفكر البشري، ولذلك لم نستطع أن نأتي إليها إلا بعد صليب المسيح الذي تغلب على الموت وعلى جهنم. عندما نفتش عن ملء الكيان، عن معنى الوجود وغايته، نفتش بالحقيقة عن الثالوث. علينا أن نقبل الثالوث الأقدس أو نجد أنفسنا في طريق لا منفذ له، في تمزيق الكيان، في الموت الروحي. مجد الله هو في وجه يسوع، ويسوع يقود إلى الآب. وحده يستطيع أن يقودنا إلى الآب. المجد لوجه يسوع المسيح. آمين.